لما حضرت بلالا الوفاء بلال رضي الله عنه متعفف ليس درس بالبيت كقول منبرتش انها تامس جنقات قالت مرأته بالبيت منالج وحزنا أبيت كازي وكربا أبيت كجوتي أبيت بصوتي فقال بلال بلال سماتنا منالج بل وطربا اني أبيت دستي وفرحا أبيت دستي أبيت ترون قربي غدا نلك الأحبة محمدا وصحبة نقكو نبي صلى الله عليه وسلم بل ربوش اللي قدان يكونوا دستانو جنسوا المقنايد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيمين القائل رضي الله عنهم ورضوا عنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن أبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته شاهد بربوبيته مقر بوحدانيته والصلاة والسلام أكملان الأتمان على إمام الدعاء والرحمة المهداة والنعمة المستاة سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أصحابه الغر الميامين الذين نصروا هذا الدين ومن اقتفى أثرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زاري نلك الأحبة وداجوتشن النقنان أميلون تكتاتي سلسلة بروغرام بالله فكار جمرالن يا الله مقدمكم زاري سلا عنده يا نبي صلى الله عليه وسلم صحابه تاركنا نسالن كهيوتو غابرن قيالن كسو هيوت استمرتوچن نسالن وان شاء الله نغرغن من هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم انزي ود يا نبي صلى الله عليه وسلم بالدربوچن ما ناتشو صحابهوچن ما ناتشو الله سبحانه وتعالى قران لي رضي الله عنهم الله ودواتشو الله يودداتشو نزي نبي بالدربوچ نماناتشو الله سبحانه وتعالى بدر لي طورنس يساتفو نزيني بدر جغنوچن اطلع الله لالو الله ده بدر تملكتنا يبدر يطراو دم علي اعملوا ما شئتم يفلقاتشو تنصروا اني وانجلاتشو مرياتشو هلو يالاتشو يبسو تولد نماناتشو حتى الكفرة حتى كهديان انكواس للنسو يمسكرالو يزمنو تالاكون فلاسفة لينين انتاكو تالاكو زاري أكالون لموزي مادرك أو ياسكمتو تي تالاك فلاسفة يسون ريوت ألم يسون فلسفة نعملك هكت لم يرامدو بالدربوش مني لاتشو نبر كونو كأصحاب محمد عند محمد بالدربوش هنو لاتشو نبر من هم الصحابة حتى لينين يسون مسل سوج يسون مسل سلمنا نالتكبلو سوج لصحابوك ونتنيا مسكر نتاحكم سيساتفنا يلا من هم الصحابة نحن بتأكل من صحابوك يوك نحن على الله صحابوك إنهم خير جيل عرفته البشرية يسولج كاوك أحكو بزوت ولدوك جست بلاجوك نحن علموك ندميلوت عند زعينة سفسب بسلمنا سلمنا عدم كعباتاتشن جمرو كتمسرتو سلمنا منتاتشن تكستو هاي التاوك يزاني هل سبسب صالحوك تايتو هاي التاوك خيروج البلاج وتولدنا تشعو نبي عشنم صلى الله عليه وسلم حديث لي من الالو خير الناس بلاج هزبوك قرني ان يالو بتولد سوشنا تشعو ثم الذين يلونهم كزام ان السنم يكتلو تكتايوك بلاجو صحابوك ناتشو وفي حديث آخر بللام حديث لي كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري باستلالفوت حديث لي نبيه صلى الله عليه وسلم من الالو والذي نفسي بيدي نفسي بجبونتشو الله ملالو لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب أنداتشوكو أحود تلاقون ترارا أحود المحل ورق صدقة بتستو ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه
የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች የሰጡትን እፍኛ ሀል እንኳን አይወዳደርም። እኛ የሰጠነው ውሁድ የሚያል ተራራ ወርቅ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች በዛ በችግር ወቅት ከሰጡት እፍኝ ስንዴ ጋር ይመጣጠን ወላ ነሲፈው አሉ ያላህ መልእክተኛ በል ከግማሹ ማደርሱባቸው በላጅ ትውልዶች ናቸው። ከነሱ ጋር ማንደርስባቸው ቀዳሚ ትውልድ ናቸው ሰሃቦች። وقال سفيان في قوله تعالى إهين آيات كقرب على طلاق عالم السفيان الثوري من لالو قول الحمد لله مسجانا الله هن وسلام على عباده الذي اصطفى سلام بمرت أتشو بارو أتشو ليهن بارو أتشو ليهن الله خير أما يشركون ملون آيات سفسر منالو وسلام على عباده الذي اصطفى يتبالوت هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ندي تبلو يتتكسوا بزي مقراف لي ما ناتشو يا نبي صلى الله عليه وسلم بالدربوش صحابوش ناتشو لالو بلاش تولد ناتشو إن السن مسدبك أسلم الناس وطه إن السن متجت يا إسلام عبالي على موانه مقال جانو. قال أبو زرعة الرازي تلقوا علي من لالو إذا رأيت الرجل عندن سوى أيه اندهونا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله كنبي صلى الله عليه وسلم بالدربوتشوس انداتشون سيتج سيسدب سيزلف أيه اندهون فاعلم أنه زنديق زنديق مهونن أوكلت كسلمن يودع مهونن تردع التي لالو بلاش تولدوشنا تشون إنهم قدوة هون أمو موديلة طول فلق ميكتلو سو تمثالي تميادرغو ارايا ميادرغو تولد بتفا بالزمن نسو كنت تككلنيا تولدو تشاچ نبرو تككلنيا موديلوش لنيا نبرو صحابوچ نبياچن صلى الله عليه وسلم حديث ليمن يلالو اصحابي يلالو يني بالدربوچ كنجوم لك اند كواكبت ناتشو بايه مقتديتم مانياون بتكتلو اهتديتم قطتنياو غودانا تمرالاچو ማንኛውም የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባ ወደ በሩ ሰላም ወደ ጀነት ያደርሳል። ልክ እንደ ከዋክብት ናቸው መንገድ አይተምትመራባቸው። ዛሬ ግን በጣም የሚያሳዝነው ሞዴል ተደርገው የተያዙ አርአያ ተደርገው የተያዙት የፊልም አክተሮች ናቸው። ኢና ሊላህ አንድ ወጣትን አንስተህ ብትጠይቀው ስለ አንድ የፊልም አክተር ሙሉ ታሪክ ይነግራል። ካሴቱ ወስ እንደተሸጠ ያጫውታል። ስለ ኳስ ኳስ ተጫዋቾች ናቸው ሌላው አርአያ ተደርገው ተያዙት። የኳስ ተጫዋቾች ስም ሐዲስ ወላ ሐረጅ በስም ዘርዘሩ ይነግሯል። እዚህን ያልተሸጠ ይሄን ክለብ ለቆ ወደዚህ ሊሄድ ነው ምኝታ ክፍላቸው ውስጥ ብትገባ የምታገኝ የኳስ ተጫዋቾችን ስዕል ነው። ሚኒባስ ላይ ተለጥፎ የምታገኘው እነዚህን ሰዎች ነው። ሰው እነዚህን ሰዎች ነው አሁን ተምሳሌ ታድርጉ ይዟቸዋል። አርአያ ያደረጋቸው ዘፋኞችን ነው። ካሴቱ ወስቶ እንደተሸጠ ይነግራል። ረሳ ትውልዷውን ሞዴል አጥቷል። አሁን እዚህ ፕሮግራም አላማ ከፊት ለፊታችን ልንመራባቸው ልንከተላቸው የሚገቡትን አርአያዎች ማስቀመጥ ነው። እኔ በጣም የሚገርመው አንድ ዘገባ ላይ ሳይ በተወሰነ አመታት በፊት አንድ ታዋቂ ፊልም አክተር ነበር። ይህ ፊልም አክተር ህዝቡ ዘንድ ተፈቃሪነት አለው። ከዛም ፊልሙ እየታየ ፊልሙ ሲቀረጽ ሸሚዙን ከፍቶ ሲያወልቀው ከውስጥ የለበሰው ጃፖኒም ቲሸርት አልነበረው። ይህ ተወዳጅ ፊልም አክተር ከዛም ይህ ሰው ይህ ካሴቱ ተለቆ ህዝቡ ካየው በኋላ ይላሉ ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት በዛ ሳምንታት ውስጥ የጃፖኒ ዋጋ አገሪቱ ላይ ወረደ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ይህ የሚወዱት የፊልም አክተር ጃፖኒ ከውሰላል አደረገ እነሱም አድርገው ይፈልጉ። አያችሁ hatta ልብሳቸው እንኳን ደብድ ያሰለቃቸው ሰው አሁን እነዚህ ነው ተምሳሌት አድርጎ ይዞ ያለው። በጣም የሚገርመው በቅርቡ የዘመኑ ተመራማሪዎች ትላልቅ ምሁራኖች አንድ ትንቢት ተነበዩ። ይህ ትንቢት ግን እንዳሉት ተፈጸመ። ምን አሉ መሰላችሁ? በቅርቡ አሉ በቅርብ በዚህ አመት ውስጥ እድሜያቸው ለጋ የሆኑ ልጃገረዶች እድሜያቸው ከዚህ እስከዚህ ክልል ያሉ ልጃገረዶች በዚህ አመት ውስጥ ያረግዛሉ ብለው ተነበዩ። በጣም ህዝቡ ግራ ተጋባ። እንዳሉትም በአመቱ ሲታይ አብዛኛው በዛ እድሜ ያሉ ልጃገረዶች አርግዘው ነበር። ያው አሜሪካ ዩሮፕ እንደ ያሉ ልጃገረዶች። ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ? ይሄ ተከሰተው ከታዋቂ ዘፋኞች ውስጥ ወይም ስፓይስ ገርልስ ከሚሏቸው ዘፋኞች ውስጥ አንዷ አርግዛ ነበር ለባለቤቷ።
እሷ ስላረገዘች በጣም ስለሚወዷት የሷን እርምጃ መከተ ስለሚፈልጉ እነሱም ከዚህና ስትሽልሽ ተረገዘ እና ያለላ እነዚህ ሰዎች ነው ሞዴል ተደርገው የተሰያሉት እነዚህ ሰዎች ነው አሁን አርአያ ተደርገው ያለው ስለዚህ እነዚህን አስተተን ሰሃቦች ብዙ ትውልድ ቁርአን የመሰከራላቸው ትውልድ ለማሳወቅ ነው አላማው ፈለግና አደርጋቸው ዘንድ ልጆቻችንን በእነሱን ሰይም ዘንድ አሁን እኮ የሰሃባ ስም አንስተው ልጅ መሰየም አልቻለም አናቃቸው ማበተከከል ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን እነዚህ ፊልም አክተሮች ነው አሁን ስታርስ ተብለው ይጠራሉ ከዋክብቶች አላህ ግን የከዋክብትን ጥቅም ሲናገር ምንድነው ያለው ወቢን ነጅሚ ሁም የህተዱን ሰዎች በከዋክብት የጠፋቸውን አቅጣጫ ይመሩበታል ያለ እነዚህ ወደብ ነው የሚያመላክቱ እነት እነዚህ ናቸው ከዋክብቶች ወይስ ሰሃቦች አላህ ሞዴል ያደረግልን ማን ነው ለኛ አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል ለቀድ ካነ ለኩም በርግጥ ለናንተ ተደርጎላችኋል ፊ ረሱልላሂ ኡስወቱን ሐሰና በአላህ መልእክተኛ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ቤስት ሞዴል ኡስወቱን ሐሰና ቤስት ሞዴል ጥሩ ተምሳሌት ጥሩ አርአያ አድርገልንላችኋል ይላል አላህ ነብዩ ደግሞ ምናል አስሃቢ ከነጁም የኔ ባልደረቦች እኔን እርምጃ በርምጃ የተከተሉ ናቸው ሁሉም እንደ ከዋክብት ናቸው ማንኛውንም ብትከተሉ ወደ ጀነት ያደርሳችኋል ይላሉ ስለዚህ ሰሃቦች እነማን ናቸው ከነሱ ጋር ነው ዛሬ ግዚያችንን በአላህ ፍቃድ እናሳልፈው ተዕሪፉ ሰሃባ ሰሃባ ማለት ምንድነው قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر صحابه سيجلس من الالو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم نبياته صلى الله عليه وسلم يتجنعني مؤمنا به امنوا باتشو ومات على الإسلام كزام ساي كفر يموت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اغنتو قال سلم صحابه يبالم نابو جهل نسد يجهنم تدرجو قران اوردو باتشوال نابو لهب نسد اغنتواچو قال امنوا كهديوش ناتشو مشركوش ناتشو አግንቶ ሊያምንባቸው ይገባል ደግሞ አምኖ ላይ ከፈር ይገባል በሳቸው በህይወት ሳሉ አምኖባቸው በእስልምና ላይ የሞቱ ማን ይባላሉ ሰሃባ ማለት ትክክለኛ የነሱ ገለጻ ሄ ነው ሰሃቦች ሁም ይላሉ ዑለማ ፉርሳኑን ነሃር የቀን ጋላቢዎች ዲናል እስላምን ለመርዳት ቀን ጋላቢዎች ወሩህባኑ ለይል ለሊት ደግሞ እንደዛ ሲደክሙ ያሉ አይመስሉ ለሊት ደግሞ ቆመው ቁርአንን አብርተው ሲሰግዱ ያጥራሉ ይህ ብዙ ትውልዶች ሰሃቦች ናቸው ግን ለምን ፕሮግራማችን ሊማዛ ሰመይናሁ هذا البرامج نلقى الاحبه ይህን ተከታታይ የትምህርት ክፍል سلسله ለምን ነው ወዳጆችን እንገናኛለን ከምን አነሳ ነው ይህን ስያሜ ሰመይናሁ بقولي صحابي جليل حبشي الاسري بلال رضي الله عنه ፕሮግራሙን የሰየምነው በታላቁ ሰሃባ حبشاوي تولد بهونو ببلال رضي الله عنه አነጋገርነው አባባልነው ለማ حضرت بلال للوفاء بلال رضي الله عنه متعفف ليس درس ባለቤቱ ከጎኑ ነበረችና በጣም አስጨነቃት قالت امراته ባለቤቱ ምን አለች وحزنا ابيت كزي وكربا ابيت كجوتي ابيت بصوتي فقال بلال بلال سمعتنا من قال بل وطربا اني ابيت دستي وفرحا ابيت دستي ابيت ترو نغر بي غدا نلك الاحبه محمد الله اكبر ثم جناني الدستانو وازنتي تيالش وفرحا ابيت دستي بي نسون كما جنايت بلا مم ياسدستال الله اكبر نلك الاحبه نيام الله بلوس جنات وسنس وغاس كن سبع سنه بتزت ام دبرناچون قيال كنبي صلى الله عليه وسلم ከባልደረቦቻቸው ጋር አብረን ቆያለን በትዝታ ህይወታቸው ውስጥ አስተምሮት እንወስዳለን ነልከል አህባ ወዳጆቻችን እንገናኝ ዛሬ የምንገናኘው ወዳጃችን ሰሃቢዩ ጀሊል ታላቁ ሰሃባ ነው ስሙ ከእስልምና በፊት አብዱል ዑዛ ይባላል ዑዛ ማለት አፈራአይቱም ላተ ወል ዑዛ ዑዛ ማለት ጣዖት ናቸው ዑዛ ናላት ጣውት ናቸው የዑዛ ባሪያ ተብሎ የተጠራ ጣውት በሚያመልኩ ማህበረሰብ ውስጥ ለተወለደ አንድ ታላቅ ሰሃባ ይሆናል እስልምናን ከተቀበለ በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ አንተ አብዱል ዑዛ አይደለም بل انت عبد الله انت عبد الله يا الله ባሪያ ነህ የዑዛ የላት ባሪያ አይደለም
ብለው ስም አውጡለትና ቀጥለው ነብዩ ምናሉ ዙል ቢጃደይን የሚል ስም ጨመሩበት አብደላህ ዙል ቢጃደይን አብደላህ ዙል ቢጃደይን የጆንያዎች ባለቤት ዙል ቢጃድ ማለት ጆንያ ማለት ወይ በአገር ቤቱ ቋንቋ ኬሻ ማለት ነው ማለት ጆንያ ዙል ቢጃድ ያን ሳሂብ